خدمات السكن لمرتقى المعتزل. هؤلاء المجموعة لا نستطيع أن نطلق عليهم سوى لقب أو لفظ عصابة. المغرب حتى الآن يعني يرحب بكل هؤلاء على أن يعودوا إلى الوطن الأم وينسوا تماما مثل هذه الأكسوبة الكبرى. هل من مصلحة سكان مخيمات تندوف مصلحة وطن ولا سيطرة تنظيم أو ميليشيات مسلحة عليها؟ لو في ضمير دولي حي لازم إيد تتمد للمختطفين في تندوف.